عليها الرزاق وبرمجه في الثانيه بدون حسب المعلومات. ثاني اقدم لكم ماده تحليل عددي، هي المحاضره الاولى. المحاضره الاولى بتتكلم عن المحددات والمصفوفات. ممكن المصفوفه تبقى 2 ب 2 او 3 ب 3، دي بنسميها مصفوفه. والمصفوفه ممكن تبقى مربعه بهذا الشكل 2 ب 2 او 3 ب 3 زي ما شايفين. بعد متابعه هذه المحاضره للتعرف على خصائص المحددات وازاي اجيب قيمه الفك المحدد، دي كده تبقى الفك المحدد حسب الكتب الاسمس حسب محدد 2 في 2، ولو هو 3 في 3 يبقى بختار صف معين او عمود معين واطبق القاعده بتاعت شفت المكان في قيمه العنصر في المحدد العنصر ومحدد العنصر بحصل عليه عن طريق شفت العنصر صف العنصر وعمود العنصر. القاعده دي بتطبق على الثلاث عناصر بتوع الصف المختار او العمود المختار. نفس الكلام بكمل كده كده المحدد، او باخد العمود الاولاني من ناحيه اليسار والعمود الثاني واطلعه بره واعمل الاقطار الرئيسيه اللي عليها بالموجب، هي A1 B1 A1 B2 C3 B1 C2 C3 C1 2 B3 اضربهم في بعض واجمع ناقص الاقطار العكسيه اللي هي الفرعيه اللي هي واحده الاشاره سالب. وكده انا جبت كلمه المحدد اللي هو 3 في 3. خصائص بقى المحددات اسيبكم تتابعوها مع بعض ونلتقي في لقاء الكلام.